اهلا بحضراتكم من جديد، وهذه الفقره الاسبوعيه اللي بنتكلم فيها مع حضراتكم عن الخير وطريق الخير. ويمكن الموضوع بيزداد اهميه اكثر خلال هذه الايام، واحنا خلاص ايام قليله وندخل الى شهر رمضان بما فيه من وجوه الخير التي لا تعد ولا تحصى. خلونا نرحب في بداية هذه الفقرة بضيفنا الدكتور مصطفى فتح الله، المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، كل سنة وأنت طيب. كل عام أنتم بخير وصحة وعافية يا رب. دايما الإنسان لما بيبقى مقدم على حاجة، أي حاجة حتى لو صغيرة، بيبقى بيقوم بعملية إعداد نفسي طبعا وإعداد روحي. شهر رمضان يعني شيء مش قليل، مش هين، يعني حاجة عظيمة جدا. الناس بتستعد ازاي من وجهة نظرك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام أنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا يا ربنا شهر رمضان ونتسلمه منه ونسلمه سبحانه وتعالى رمضان قائمين صائمين مقبولين يا رب العالمين. أمين. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبلون شهر رمضان قبل مجيئه بستة أشهر. فكانوا يعني زي ما أقول حضرتك في عمل الخيرات ست شهور في عمل الخيرات، يعني مش قادر أقول لحضرتك يقبلوا قد إيه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، لأنهم يعلمون أن في شهر رمضان الخير كله. حتى أن صحابي مات صديق له فرآه في المنام وفي درجة في الجنة، ومات آخر ووجده في درجة أعلى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مات الاثنان، هذا أول رمضان والثاني في آخر رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين الدرجتين أن هذا صام وقام وفعل الخيرات، فده في الجنة وده في الجنة، ولكن الدرجة أعلى، في الدرجة الأعلى، لأنه بلغ شهر رمضان. لذلك احنا حريصين ان احنا دايما ندعو هذا الدعاء، وان احنا من دلوقتي بنيتنا، لاننا امه، اول حديث في كتاب البخاري حديث انما الاعمال بالنيات. بالنيات، صحيح، خدت بال حضرتك. فالعمل ده لازم يقوم على النيه في اوله. احنا بنقول: يا رب بلغنا رمضان وسترى منا يا رب كل خير، صلاه وقياما وقرانا وكل شيء. لذلك حتى اذا لم نبلغ شهر رمضان، وطبعا حضرتك شايف ان في ناس ممكن تموت النهارده، صحيح، والناس امبارح، ده يعني كل واحد بدقيقته وساعته بالظبط كده، فممكن لا يبلغ شهر رمضان. لذلك نحن علينا الدعاء ونفعل الخير. افعلوا الخير ما استطعتم، قدموا الخير ما استطعتم، وسيبوا ربنا سبحانه وتعالى يقيم هذا الأمر، ولكن الأول النية زي ما حضرتك بتقول، والإخلاص في العمل. صحيح. طيب، يعني يمكن الإلحاح أكتر وإحنا داخلين على رمضان السنة دي في ظل الظروف. حضرتك يعني أدرى بارتفاع الأسعار وناس كتيرة يمكن إنه هذه الأسعار تعجزها، يعني ما يبقاش عندها الضروريات اللي هي محتاجاها في رمضان، فده بيخلي الإلحاح على فكرة الإطعام. عايز أقول لحضرتك إن إحنا بنتصدق وبندفع زكواتنا في رمضان، وبنتصدق في رمضان، وزكاة الفطر برضه في رمضان. ومع ذلك عايز أقول لحضرتك أن الفقير عليه زكاة فطر. زيه زي الغني. فمعنى ذلك إن كان الفقير يدفع زكاته فطرية، حتى يخرجها على نفسه. يخرجها على نفسه. خدت بال حضرتك. فما بال حضرتك زكاة المال وصدقات رمضان. فإن كان هو الفقير، لم يحرمه الله سبحانه وتعالى إن هو برضو يدفع زكاة لهذا الصيام بتاعه اللي هو كان في طوال شهر رمضان. أنا بقول إن القليل بيدفع على قدره، خدت بال حضرتك، فما بال من معه الكثير. الإطعام بيترجم هنا في الجمعية في المبادرة بتاعت كرتونة الخير. كرتونة الخير صحيح هي بتبقى طول السنة، لكن في رمضان ليها خصوصية، ليها طعم تاني. ليها طعم تاني، لأن طول السنة الناس بتتغدى وبتتعشى وممكن تاكل الأكل بايت، لكن في شهر رمضان الأمر مختلف. الأمر بيبدأ من، يعني إحنا نفسنا لما بنمشي في الطرقات وبنشم روائح رمضان في الأكل ساعة المغرب والعمل دوت، بنحس قد إيه جمال هذا الشهر وقد ايه طعم اللقمه فيه بتختلف. لذلك
العمل فيه بأضعاف أضعاف أضعاف الأعمال الأخرى في كل الشهور. مقبلين على شهر رمضان، يبقى نستعين بالله سبحانه وتعالى ونوجه النية أننا سوف نأكل في بيتنا ومعنا ضيوف الرحمن. تخيل حضرتك أن أنت تطعم صائم فبتاخد أجر الصائم، يعني أنت رمضان عندك رمضان كله 30 يوم، فعشرة أيام ب 300 يوم. لو انت حضرتك في العشرة ايام ال 30 يوم دول اطعمت 30 اسره، يبقى انت فطرت 5 في 30 ب 150، وبتاخد اجر بعد كده اليوم ب 10 يبقى 150 في 10 زائد ال 30 يوم بتوعك. صحيح. طب خلينا نشوف تقرير عن اتفضل مبادره كرتون الخير اللي بتتولاها الجمعيه. اتفضل يا فندم. شرف كبير جدا ان احنا شاركنا نيابه عنكم في التعبئه، ان احنا شاركنا وهنشارك في توصيل الخير اللي انتوا بعتينه لمستحقين. هنجوب ربوع مصر من الحدود ومن الداخل ومن الخارج بقدر الامكان، هنسعد اكبر عدد ممكن من اهالينا واسيادنا الفقراء عشان نوصل لهم هديه جايه منكم، هديه بسيطه جدا على اساس ان احنا نقول لهم كل سنه وهم طيبين. كان نفسنا نعمل اكبر من كده واحسن من كده، لكن زي ما انتم شايفين لما بدانا رحله الشراء زمان من 4 شهور فاكرين قلت لكم الاسعار هتختلف، وفي ناس تجار جشعين بيحاولوا يستغلوا الظروف وهيرفعوا الاسعار، فاصبح المبلغ اللي معانا يا دوبك عشان نرضي الناس نعمل حاجه متوسطه بعد ما كان ما كنا مخططين نعمل حاجة VIP. أتمنى أن احنا في الأزمات نظهر على حقيقتنا ونضحي. زي ما حضراتكم شايفين الموسم بدأ وبدأنا نستعد له من بدري، ويا ما قلت لكم عايزين نجهز قبل غلو الأسعار، وسبحان الله جهزنا في عدد كبير ولسه هنجهز، لكن للأسف في وسط غلو الأسعار. كلنا عارفين ظروف الناس دلوقتي، حلمنا نكسر حاجز المليون كرتونة أو حتى نوصل لهم، ولازم نوصل لهم السنة دي بأي شكل، وانتوا هتأيدوني في كده. عايزين كلنا نتجمع ونساعد بعض عشان نوصل للفقراء لبر الأمان في وسط الأزمة اللي حاصلة دلوقتي، أزمة غلاء الأسعار. كلنا عارفين ان في الازمات بيزيد عدد الفقراء، وبالتالي احنا سوقنا بيبدا عشان احنا طمعانين نحصد حسنات ونرضي ربنا عز وجل. اذا كانت الكرتونه اللي انتوا شايفينها دي لو كيس الرز اللي فيها الحبه فيه بتيجي يوم القيامه مثل جبل احد، فما بالك بكيس السكر، فما بالك بكيس العدس، بكيس الفول، فما بالك بقطرات الزيت، فما بالك بكل مشتملات الشنطه ديت او الكرتونه، هيبقى شكلها ايه يوم القيامه. كلنا بنطمع ان احنا نزود، واذكركم كويس ما نقص مال عبد من صدقه. من رحمه ربنا ان جعل الرزق في السماء ولم يجعله في الارض، فقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتح الله لنا ولكم باب البركه وباب الرضا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني الدكتور عماد يمكن بيحط ايده على نقطه مهمه جدا. نعم. انه الظرف مختلف السنه دي. طبعا. يعني في زياده في الاسعار. طبعا. فده بيتطلب من الناس يبقوا احنا قلنا عايزين نص مليون كرتونه. اعتبر حضرتك نتخطاها لغايه المليون. تخيل حضرتك ده الحلم. احنا يمكن زمان لما كنا بنتكلم في اي حاجه كنا بنتكلم في حدود 1000 2000. لكن بنا دلوقتي انتوا بتتكلموا في نص مليون وبتطمح انك توصل لمليون، لان احنا وصلنا. يعني انا عايز اقول لحضرتك من حوالي 4 شهور
وصلنا الى اكثر كمان من مليون لما كنا بنوزع في 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 حلايب وشلاتين، ورحنا ابو رماد ورحنا الوادي الجديد ورحنا هنا وهنا، لفينا كتير جدا جدا. واللفه اللي انا بقول عليها ديت هي كل شهر شهرين ما بنعملها، فكنا نامل ان احنا في شهر رمضان يزداد الخير اكثر واكثر. صحيح. حتى مع غلو الاسعار، انا عايز اقول لحضرتك اي حد بيواجه غلو اسعار او غلاء في اي شيء في حياته، اذا انكبت عليه المشاكل، اذا كان في كرب شديد او ضاقت به الدنيا بما رحبت، فعليه ان يتصدق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. طبعا. نعم. طيب الاطعام واهميته والالحاح عليه والتركيز يمكن في الفتره دي ما بيشغلناش برضو عن مسارات اخرى من مسارات الخير، وهو فكره الابار وحفر الابار. نعم. وانتوا عندكم يعني مجهود كبير في هذا الامر. نعم. هكذا هيأ الله الارض تبارك وتعالى لعباده ولخلقه. الماء هو سبيل كل حياه، فاحنا عايزين نقول ان احنا برضو المبادرة بتاعتنا بدأت زمان بألف بير. دي كان من كام سنة يا دكتور؟ احنا بدأنا الموضوع ده، بس يعني هي الجمعية بدأ في حفر الأبار من حوالي 10 سنين. لكن الجمعية نفسها من حوالي 18 سنة من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ودليل ان النجاح الجمعية ونجاح الثقة اللي بين الناس وبين الجمعية هي بقائنا، وجودنا النهاردة في هذا المكان. صحيح. الاستمرار يعني خلال 10 سنين دول يعني عدد الأبار اللي حفرت قد إيه؟ احنا كنا عاملين حوالي 3000، قلنا هنتكلم في 1000، وبعد كده وصلنا 3000، قلنا لا هنتكلم في 5، قلنا 10000. أنا بأمل إن بعد ال10 سنين إن احنا دلوقتي وبنعلنها إن احنا نعمل 25000 بير ميه. 25000. ده اللي احنا بنأمل ان احنا نصل اليه. تصل اليه. بالظبط. ولكن في ظروف بقى بتغير، في ظروف التطور. زي. ان احنا بدأنا ندخل في اماكن الارض فيها صخريه. الارض فيها لا تنبع فيها المياه. فبدأنا نعمل بدائل للآبار، ان احنا نزيد من يعني مثلا 10 آبار، لا هناخد 8 ال10 آبار دول او ال20 بير ونحقق نتيجة أعلى من الآبار، وهي محطة التحلية. بالظبط. فبدأنا نمد مية علشان ناخدها ونعمل لها فلاتر وتحلية، ونعمل فوق التحلية تحلية تانية، بحيث إن احنا ندخل في أماكن ومواضع لم يصل إليها أحد. ومن هنا إذا بدأ الماء في أي مكان دبت الحياة، دب الزرع وجاءت الحيوانات والرعي والمباني، وبدأت الحياة تدب تاني مرة تانية في هذا المكان. إذا أحيينا، إحنا أحيينا أماكن كانت ميتة غير موجودة، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ودي بواسطة محطات التحلية. أما الأبار فهي في أماكن فيها ناس عايشين ولكن مش قادرين إن هم يشربوا المية اللي موجودة، فبدأنا نعمل داخل تانك البير اللي موجود معانا ده، بيبقى التانك نفسه فيه فلتر مية، وبعد كده بيبقى فيه فلتر 7 مراحل، وفي موتور لسحب المية من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وفي صيانة دائبة لهذه. أنا عايز أسألك على تكلفة حفر البير توصل قد إيه؟ يعني هو بيتعد، يعني احنا عندنا آبار بتخدم فئة او مثلا 5 بيوت او 10 بيوت، وفي آبار بتخدم 20-30 بيت، وفي بير احنا عاملينه كبير. البير دوت عايز اقول لحضرتك ان هو بيتحط دايما عند رأس كل بلد على الطريق. فتخدم اكتر من حاجة، تخدم البلد، تخدم العابر السبيل، تخدم الغريب، تخدم كل واحد في ان هو يتلقى شربة مية. يمكن اخر بير احنا عملناه في المنطقة دي، عايز اقول لحضرتك مسجد ومدرسة وامامها مقابر في احد القرى، خدت بال حضرتك؟ فاصبح اللي بيجي يزور المقابر يجد ماء، فبدأت الناس تزور. صحيح. المكان دوت لان بقى فيه، يعني انت بتعمل حركة عمران كمان. بالزبط. يعني الماء، لان الماء بيحيي. يعني بالظبط. طيب. وجعلنا من الماء كل شيء. صحيح. طيب لو قلت لحضرتك رسالة، احنا خلاص ايام ونبقى يعني خلاص على اعتاب شهر رمضان، رسالة توجهها للناس فيما يتعلق باستعدادهم وفيما يتعلق بحرصهم على فعل الخير. عايز اقول لحضرتك لما اتشرف ان حد رئيس او ملك ينفق عليا، فانا بفضل عمري كله سعيد، واولادي سعداء واحفادي سعداء، وبنعمل شهاده كده في اوضه الصالون وننشرها في جميع انحاء العالم والدنيا ان احنا تم اعالتنا بهذا الملك
أو هذا الرئيس، فما بال حضرتك حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق الله عليك. صحيح. فمن هو المنفق الأعظم؟ هو الله. فتخيل أنت في الدنيا وفي الملأ الأعلى يوم القيامة تقف مرفوع الرأس وتقول الله ينفق علي، فما نفقة الله عليك يوم القيامة؟ أن يرضى عنك ويغفر لك ويدخلك جنته وتكون مع حبيبه المصطفى وترى وجه ربي تبارك وتعالى صبحا وعشية سبحانه وتعالى. كل سنة وانت طيب يا دكتور. كل عام وانتم ان شاء الله نلتقي دايما على خير. امين يا رب. كل عام وانتم. وبشكر حضراتكم لمتابعتكم لنا اليوم، نلتقي غدا ان شاء الله، وتصبحون على وطن.